مش أول مرة هما يساعدونا ويدعمونا في إدارة الحج والتعاون، يمكن الرابع من خلال الفترة اللي أنا توليت فيها المسؤولية حتى الآن. فأنا طبعاً بوجه لهم كل الشكر والتحية. قرية الناس ده طبعاً أحد أشهر القرى في قرى مصر كلها بالكامل، فكان دورهم المجتمعي ودورنا كمحافظة كانت نحاول نساعد حضراتكم في الارتقاء بهذه الصناعة. فطبعاً الرائحين بنرى إن في مبنى محتاج يصرفه، تمام، وبناء عليه حطينا وضعنا خطة للتطوير. هذا المبلغ هو ده مرحلة أولى مش النهاية. اتفقت مع صهيان إن على هذا الكلام، هي تبقى كبداية. وأنا كمحافظة إن شاء الله بإذن الله هدعمكم بذات المبلغ، يعني أنتم النهاردة 165,000 جنيه، أنا كمحافظة هطلع 165,000 جنيه كمان. تمام؟ 180 خلاص طبعاً. فكل عمر ما يحطه أنا هحطه برضه زيهم. فإن شاء الله بإذن الله إحنا الهدف بتاعنا إن إحنا نطور من هذه الصناعة المحترمة، ويكون في مصدر رزق حقيقي لحضراتكم وتقدروا تشوهوا هذا الكلام. وده برضه وجود مؤسسة أكبر اليوم معانا ومؤسسة مصطفى وعلي أمين معانا، ده طبعا هيساعدنا في التسويق كمان لما المنتج يكون على المستوى اللي احنا عارفينه. فاحنا عشان ما نعطلكوش دلوقتي، احنا كنا بنخلص الاجراءات دوت، بنعمل بروتوكول تعاون، وقلنا برضه النهارده يعني زي ما تم الاتفاق مع حضراتكم هيتم وضع المبلغ في اداره السياحه بحيث انها تبدا تطلع خطه وتنفذ. انا برضه اتفقت مع صفاء عالم ان احنا لازم حضراتكم كل واحد يروح بفلوسه النهارده. يعني ما ينفعش تجيبوا المحافظه وايه وترجعوا تاني حتى الفلوس دخلت السياحه ومفيش حاجه. فقلنا كل اللي مقرر اليوم النهارده هيروحوا حاجه. يعني كل واحد مقرر يملى النهارده على الاقل ياخد 1000 جنيه وهو وانا هتحمل هذا الالف في التنفيذ فيما بعد. تمام؟ بس برضه كنتوا حاسين ان ايه ان في رمضان وفي عيد، كل سنه وانتم طيبين. فاحنا هنطلع هناك دلوقتي، هنطلع هناك دلوقتي مع اصبح هاني ونخلص الشيكات، هنحول الشيكات على طول على حسابات حساب المحافظه. تمام؟ هتستلم جزء من المبلغ، هنوقع على بروتوكول على كتيبه، وشنو قناه كتيبه كلهم هتشتركوا معانا في البروتوكول ندعي كلنا مع بعض. شكلنا لجنه من السياحه هتبدا فورا في اتخاذ الاجراءات بحيث ان احنا نشتغل ونطور. ربنا يوفقنا جميعا ويوفق حضراتكم، وانا معاكم تحت امركم.